قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. هيثم محمد. هيثم محمد فنان كلنا تابعناه وحبيناه من أول ظهور ليه وهو طفل صغير، لحد ما تطورت الموهبة ووقف قدام كبار النجوم في الوسط الفني. وبرغم أنه قليل الظهور في الإعلام والأعمال اللي بيقدمها، إلا أن الشائعات بتطرده كل فترة. إيه هي الشائعات دي؟ وليه هو قليل الظهور؟ ومين هي زوجته الفنانة المعروفة؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. هيثم محمد من مواليد القاهرة في 20 إبريل سنة 1988. كان وهو طفل حابب جدا مجال التمثيل، وكان بيتشد لأي عمل فني في التلفزيون، وده الأمر اللي خلى أهله يهتموا بتنمية ميوله الفنية، وبدأوا يعرضوا على المكاتب الفنية علشان يكتشفوا موهبته، لحد ما شافوا المخرج محمد عبد النبي واقتنع بيه جدا، وضموا الفريق عمل فوازير قيس وليلى في المدن العربية، وظهر في الفوازير وهو عنده 6 سنين بس. بعدها ظهر في مسلسل ألف ليلة وليلة، حكايات علي بابا والأربعين حرامي، ومسلسل مغامرات سندباد اللي كان بيمثل وكمان بيغني مع الأطفال فيها. حكايته مع التمثيل فضلت مكملة معاه، فما كانتش بس فترة طفولة وخلاص، لأنه بعد ما حصل على الثانوية العامة دخل معهد فنون مسرحية، وبدأ مشواره الفعلي مع الخبرة والموهبة وكمان الدراسة الأكاديمية. بسبب ملامح وجهه الهادية تخصص الفنان هيثم محمد في أدوار معينة، وهو الابن الهادي المطيع أو الشاب الطموح اللي بيدور على مستقبله. قدم الفنان هيثم محمد مجموعة أعمال فنية كلها مسلسلات، مسلسل إذاعي وحيد، ولم يقدم أي أفلام لحد إذاعة الحلقة اللي احنا بنقولها دلوقتي، وبلغ الأعمال اللي قدمها حوالي 45 مسلسل، وقف خلالها قدام نجوم كتير زي يسرى، يحيى الفخراني، محمد صبحي، صلاح السعداني، والفنان الكوميدي سمير غانم الله يرحمه. والأعمال اللي قدمها دور تامر في مسلسل أين قلبي، وظهر بدور ابن الفنانة يسرى اللي كان بيمر بحالة نفسية بعد هجوم الفنانة خيرية أحمد عليهم، وفي النهاية بيتحول لبطل رياضي. واسم تامر في الأدوار اللي لعبها الفنان هيثم محمد مكملة معاه، لما ظهر في شخصية تامر محرم ابن الفنان عزة أبعوف في مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود، وظهر في دور الشاب المستهتر اللي واخد أخوه الكبير قدوة في استهتار وعدم مسؤوليته. الشيخ خالد أخو المطربة أم كلثوم، ده الدور اللي اشترك فيه الفنان هيثم محمد في المسلسل الشهير أم كلثوم، واللي بيحكي فيه السيرة الذاتية للفنانة أم كلثوم، وهو قدم دور خالد وهو لسه صغير. كمان قدم شخصية وليد أخو عبد العزيز في مسلسل شارع عبد العزيز، واللي بيتعرض للقتل في يوم فرحه انتقاما من أخوه. ومن الأعمال التانية اللي قدمها مسلسل القاصرات، المصروية، سنوات الحب والملح، فارس بلا جواب. برغم وجوده في الوسط الفني سنوات طويلة ومر وهو في الوسط بمراحله العمرية كلها، إلا أنه يعتبر الأعمال اللي بيقدمها قليلة جدا بحجم موهبته، خصوصا أنه كمان بيمتلك صوت مميز، وظهر في برامج تلفزيونية وغنى أغاني المطربين معروفين، وكانت مفاجأة للكل أنه كمان بيغني كويس جدا. سبب قلة أعماله اللي بيقدمها أن ليه مشروع خاص بيه بعيد عن الفن والتمثيل، وده بيخليه يقسم اهتمامه ما بين الفن وما بين أعماله التانية. كمان هو بيهتم جدا بالأعمال اللي بيقدمها، وان هو مش معتمد على الفن كدخل ليه، فبيختار أدواره بعناية وبيقدم كل اللي بيستمتع بيه وشايف انه هيمثله بشكل كويس. وبرغم انه بعيد عن الوسط الفني، إلا ان الشائعات كانت وراه في أكتر من مناسبة، ففي السنوات الأخيرة كتبت الأخبار الفنية أخبار عنه ان هو بيعاني من مرض خطير في الكبد، وانه متواجد حاليا في مستشفى في حالة حرجة،
وده الأمر اللي نفاه أصدقاء الفنان، وقالوا أنه كان بيعاني من التهاب في الزايدة وعمل عملية الزايدة وبس. كمان الفنان هيثم انضم لقائمة الفنانين اللي خرجت عليهم شائعة الرحيل وهم لسه عايشين. في بعض الصحف كتبت ان هو رحل بشكل مباشر، ولما كذب هو الأشعة دي الصحفي قال ده مجرد تشابه أسماء. أما عن حياته الشخصية فهو كان متجوز من سيدة من خارج الوسط الفني، بس حصل انفصال برغم الحب الكبير اللي كان بينهم. بعدها اتجوز من الفنانة وفاء قمر اللي ظهرت في مسلسل ابن حلال وخلف منها ابنه آدم.